السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بالحلقه الرابعه من لعبه محاكي الحوادث بمود الحياه الواقعيه. طبعا يا جماعه اللعبه بتنزل فقط على الكمبيوتر وليست للموبايل، للناس اللي بيسالوا طول في التعليقات. طبعا يا جماعه الخير، اليوم مثل ما شايفين رح ناخذ بدله سريعه بالسيفيك، بعدين رح نشتري سياره ونروح ننقل فيها حمولات وما حمولات ونظبطكم. فبداية يا جماعة الخير، لا تنسوا الصلاة على النبي ولا تنسوا اللايك واشتراك في الفيسبوك عشان تشوفوا كل جديد، ولا تنسوا تتابعونا على حساباتنا في صندوق الوصف. والله يا جماعة أترككم على المقطع ومشاهدة ممتعة. خلينا نروح على المكتب تبعنا. طبعا هون إذا بتجي لهي النقطة في عنا حمولات، فإذا ضغطنا عليها بيقول لك إنه لازم تشتري قطع بتركبها على السيارة، هي مثل صندوق أو هيك شيء. فمشان بس ما ركبته على السيارة بتقدر تنقل كارغو او طلبيات او هيك شغلات. فهلا رح نروح نشوف لنا شي سياره من اللابتوب تبعنا. مثل ما شايفين رح نجي لهون، بس من جينا بنضغط هيك مثل ما شايفين هون في عنا شي اسمه شراء سياره او شراء مركبه. بس من ضغطنا عليها بيفتح لنا هي القائمه، يعني عباره عن موقع بتدخل عليه بتشوف السيارات المعروضه في كل المتاجر، وبعدين بتروح عليه وبتشتري السياره. فهون مثل ما شايفين في عنا كامري موديل 2021 حقها 7700، عندي انا هلا 16100. في عنا هون لاند كروزر، تفرجوا هي ما افخمها ستاندر، شايفين عنا هي كمان فلاكون. شو يعني فلاكون يا جماعه اللاند كروزر؟ في كتير سيارات مثل ما شايفين، في سيارات مودات وفي سيارات الحقيقيه الموجوده في اللعبه. طبعا في عنا هون كورولا توك معلم، شوفوا 3000. والله يا جماعة شي بحير. عنا هون الانترا، هي مو الانترا؟ والله الانترا 5900. طيب بدنا شي سيارة نجربها. هون في عنا اكسنت 2250 زي ما شايفين. في سيارات كتير بإمكانك تشوفهم. فعم بفكر اليوم بهذا المقطع نشتري الكامري. شو رأيكم؟ هاي الكامري لونها اسود، بينتها حلوة كتير، رح نشتريها ونجرب ننقل فيها حمولات وكذا. طيب إذا كان بدنا نروح بالسيارة تبعنا السيفيك، فراح نمشي هاي المسافة شايفين قدامكم. فالأفضل إنه ناخذ تاكسي، في تاكسي بإمكانك تركب تاكسي وبتروح مباشرة للمكان المحدد بدون ما تتعذب. مثل ما شايفين هون تيك تاكسي، تضغط عليها تقول له يس. طيب يا جماعة الخير، مثل ما شايفين جابوا لنا السيارة، حطونا إياها قدامنا. يا الشكلات، تفرج على الكامري، والله مبين فخامة يا جماعة. لحظة شوي نركب فيها، شوف الداخلية شو رأيكم؟ شغل يا معلم. اوف فيها جي بي اس، حلو كتير كتير. خلينا نشتريها مباشرة. 9000 يا جماعة، 9000 كتير غالية. طيب اشتري لقلك، معلش امرنا لله. اشتريناها يا جماعة الخير. خير حددت على بيتنا مشان نروح نركب القطعة اللي قلت لكم عليها، بعدين ننتقل للعمل مع بعض. حاليا ما شايفين ندوس يا معلم. قطع حلو ناعم. ايه شو هي هيك؟ طيب ليش دخلتوني هالدخله هي معلم؟ حسهم مجانين هذول المصممين الطرق. هدي هدي حبيبي هدي، اشترينا السياره جديد. ورجيني مو كل شيء نظامي. هاي الاناره شغاله حلو، شغل لي الغمازات رباعي مشان يعرفوا ان السياره جديده. كنا خبطناها شفتوا؟ يا عيني عليك الكامري، بس ستاندرد يا جماعه، مي معدله ابدا، يعني ستوك حلو. هدي 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 هدي، ويلي كنا روحناها، كنا روحنا السياره من بدايتها يا جماعه. طيب خلينا نروح على المكان بسرعه، وبس وصلت برجع لكم. قربنا نوصل على المكان المحدد. الله وكيل يكون هالسيارة يعني هم حلوة وبنفس الوقت بدها تعديل صراحة، يعني المحرك تبعها كتير كتير ضعيف، يعني عذبتني كتير بسحبة، سحبة كتير ضعيف يا جماعة. طيب وين الطريق؟ حلو، هي دخلة الجراج تبعنا مثل ما شايفين قدامكم. والله لك قول، في تفحيطة هون في نص الشارع. او الي شفتوا عش عراي هاي السيفيك تبعنا هنيك. طيب خلينا ندخل على الجراج تبعنا من هون. طفي لي هون لك، طفي المحرك
بالله. يلا خلينا نجي لهون على الكمبيوتر تبعنا. ضغط هون لعلك. هون شوف في عنا شيء لازم نعدله. أول شيء يا جماعة الخير لازم نشتري قطع الكارغو، عرفتون؟ قطع الكارغو منين راح نشتريهم؟ أول شيء خلينا نعدل السيارة. راح نعدلها نسوي لون أسود، لأني اللون الأبيض ما عجبني أبدا. يعني الكامري بحس لونه الأسود يعني بيطلع أفخم. عنا هي الكارغو بارتس، كارغو بارتس، معقول ما في؟ طيب يا جماعة بالنسبة لقطع الكارغو ما راح نقدر نشتريه مع الأسف، لأني هون ما بيظهر لي شو السبب، ما عرفت صراحة. فراح نضطر نركب بالسيارة تبعنا بعد ما اشتريناها بالسعر هذا، وراح نروح مباشرة لمكان، لحظة ورجيكم إياه على الخريطة، واللي هو مثل ما شايفين باللون الأزرق. راح نروح لمكان كمان فيه نقل حمولات، اللي هو هاد شايفينه، راح نضغط عليه نعمل له هيك ما شايفين، راح ننقل هاي بهذا البيك اب. فان شاء الله نقدر نظبط امورنا. خلينا نشغل، توكل على الله. تعال نجرب الكامري. لا ما شاء الله يا الكامري، والله فخامة يا جماعة. لا الفخامة. طريقنا من وين؟ من هون. حلو، يسار. في حدا؟ ما في حدا. كان على الله. والله ما نخبطه. يلا 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 يا حبيبي، يلا بينا الطريق. سيارة كتير تقيلة يا جماعة. يا ويلي خبطنا خبطنا. لا يا الكامري لا. روحناها يا جماعة الخير. روحناها للكامري. مو هيك. مو بهالخبطة يا الكامري. يلا مو مشكلة. خلينا نكمل. نروح للمكان المحدد. الله يستر ما نخبطه مرة ثانية. نجيب العيد. هي كمان تقيلة كتير يا جماعة، يعني يا دوب عم تمشي والله. كان لازم ابدل المحرك. شوف شوف على الحادث الثاني الله راح يصير. وصلنا على المكان. يمكن هذا هو. ولا وين؟ بس لقدام. حلو، يمين 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 يا معلم يمين، لا نخبطه مرة ثانية. حلو. فينا على المكان المحدد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه لف 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 لف. إيه كنا خبطناها يا جماعه. طيب وقف لي هون لك. شوف الستوب الامامي شلون صار. يا حرام يا الكامري يا حرام. طيب ضغط هون لنشوف. عندنا هي التريلا. يا ترى بنقدر ننقل بسيارتنا ولا لا؟ ما بنقدر مع الاسف. طيب تعالوا ناخذها. طيب يا جماعه بسم الله لازم نجي لهون. ايه نرجع لورا لك. يلا ارجع ارجع. ايوه ضغط ال. ربطناها ربطناها. حلو. طير لالا طير طير يا الوحش. اسمع لي على الصوت ما احلاه. طرب طرب يا معلم طرب. لازم نوصل بسرعة وبدون ما نخبطه كمان. جيني يا عين. المكان يمكن مو بعيد. شايفين قدامكم. يلا 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 يا الحبيب. طريقنا يسار 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 يسار. روحي لا لا لا. هدي 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 هدي. ايوه حلو وصلنا يمكن. لك لا شو هالباب هاد معلم، شو هالباب هاد بالله عليكم؟ هذا باب شركي. يا عفو الله خبطناها. وقف لي ولا لك. عماش ما وصلنا. لك يلا. ياي اخرنا كثير يا جماعة. خلاص كافي. اخذنا نجمة. بالله عليكم كل هذا مشان 450؟ اخ لو بعرف كنت ما دخلت فيها.
طيب نرجع للكامري تبعنا، نشوف شو في وحدة، في مرحلة تانية يعني؟ هي شو هاي؟ في رحلة تانية بس شو هي بالضبط ما بعرف، تعال نشوف. ويا يا جماعة، غالبا لازم نصف سيارة أو هيك شي. فهي النقطة أفكر نعيفها لمقطع الجاي، شو رأيكم؟ حاليا مثل ما شفتوا يعني يا فرحة ما تمت، خرينا الكامري وضربناها بنفس اليوم كان تكمل معنا. تعالوا نعطيها تفحيطة هون يا عين. شكلي 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 يا عيني عليك. طيب مثل ما شفتوا يا جماعة الخير بهذا المقطع اشترينا هالكامري هاي، مع الأسف ربطناها بنفس اليوم ونقلنا حمولة هيك بسيطة. كان أنا بودي إنه نختم يعني بهي السيارة نوصل حمولات وكذا، فمع الأسف ما قدرنا. إن شاء الله بالمقطع الجاي بنشوف غير سيارة، نشتري غير سيارة هيك تكون حلوة كمان على حسب طلبكم إذا كان في. وطبعا إن شاء الله ما بنقصر. وهلا يا جماعة الخير بتمنى بكم تقصروا معنا، وصلى الله وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تنسوا تعملوا لايك اشتراك وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل جديد، ولا تنسوا تتابعونا حسابات الموجودين بصندوق الوصف. والله يا جماعة بترككم بأمان الله وسلام.